أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا قالت امرأة عمران
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فلما فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر وإني أعيذها بك وذريتك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها
وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال يا مريم قال يا مريم أنى لك إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشر أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال رب اجعل لي واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العلي العظيم.